السلام عليكم، معكم أسامة المدير. هذه أول كولية غادي توصلني بعد عناء طويل. حد الآن ما عرفتش شنو فيها. ديري تقريبا أنا $2، يعني شي 20 درهم، وأنا دي ما شفتش تقريبا بهذا الثمن، غير هما نقصوا هذه الفاكتورة على حساب القلعة، على حساب الجمارك. ولكن أنا حسب البلد ديالنا عندك الحق ما تفوتش تقريبا 25,000، يعني بحال هكا 25,000 ريال. نفتحوها ونشوف شنو. بعد السلعة وصلت، ولكن ما صفتهمش ديال تقريبا. هذه ماركة زوينة خاصة غير بالبراسلي، اللي بغيتو مثلا تحاولوا. هذه هي لا مارك، هذه شريتها من علي اكسبريس، شوفي انا واضحه شريتها تقريبا هذه بشي $8. ما تذكرش حتى نوضح لكم في السيت اللي شريت. هذا خاص بالجوه ديالها، يعني شي حاجه اللي نقيه وراقيه. هذا اللي بغيت تشريها هنا تقريبا توصل واحد 200 درهم ولا 250 درهم، يعني 20 دولار ولا 25 دولار، حتى 30 دولار. وما قالوا هاد المسألة انها جلد، وهاد المعدنة قاوم للصدعين، يعني ما يتصدم ما يبيض ما والو. الا ما قربتي لي برودوي شيميك مثل الريحة او شي حاجة اللي غتبيضو ما كاينش لاش، اما هو بوحدو ما يبيضش، يعني صح انه جلد. قيسو باش نشوف كي جا اليد. صافي بينتي الصورة فيها، هيا كيفاش كيبان في اليد بهذه الطريقة. هذه ولا بهذه الطريقة، صراحة زوين وجبني، والثمن ديالو ثمن جد مناسب، والماتريال ديالو جيدة. المهم الى عجبكم راه ندير له، زعما نكتب لكم في تحت صندوق الوصف البائع ولا مكان الشراء. كما تلاحظون ان السعر يصل الى $19 وبعد الخصم ومصاريف الشحن يبقى الثمن 10.40 دولار. بصراحه الثمن جد مناسب. اذا احببت ان تشتريه تضع اسم البائع في صندوق الوصف، ما عليك ان نسخ هذا الاسم ووضعه في الموقع الاكسبريس، لأن هذا البائع الوحيد الموجود في هذا الموقع. ثم اشتريت بعض البضائع وأنا في انتظار تسليم تقريبا 23 بضاعة. أنا في انتظار الوصول، وكل بضاعة تصلني إلى المنزل سأعمل لها فيديو وانشرها على موقع اليوتيوب. أي استفسار أو أي سؤال فأنا رهن الإشارة. وشكرا على مشاهدتكم هذا الفيديو واستماعكم إلي، وإلى اللقاء.